ولتفاصيل حول تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا وسط الانتقادات الموجهة لعدم العدالة في توزيع اللقاحات في العالم، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي دكتور إبراهيم سليمان. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى مجاهدين قناة الرافدين الفضائية. نعم. مساء النور دكتور. بعد مرور عام على توزيع أول جرعة للقاح كورونا أو تلقي أول جرعة من هذا اللقاح، نعود للمربع الأول حول خطورة هذا الفيروس. إلى أي مدى تتحمل الدول الغنية مسؤولية ما يجري في العالم في هذه الفترة من الوباء؟ مساء الخير. على مسألة العدالة، العدالة بالظلم كله بدول العالم كله ماكو عدالة. احنا بالعراق بنشوف السجون والهذه كلها ماكو عدالة، فكيف باللقاحات؟ دول العالم مضطربة. بس للأمانة العلمية أقول لكم، وأني مسؤول عن كلامي مستقبليا، اللقاحات عامل مهم جدا في منع التحورات. حتى ساعدنا بالعلم، البوستر دوز الجرعة المنشطة الثالثة إذا أخذت بجد يحمي المريض من كل التحورات مستقبليا. هذا المتحور الجديد ما يمنعنا أن ندخل نرجع للمربع الأول. المصيبة الآن بالدول الكبرى، أكو تهويل للإصابات. إحنا الإصابات الدلتا وغيرها أخطر من الأوميكرون. الأوميكرون إلى الآن جنوب أفريقيا وكل الدول تقول الإصابات كثيرة، نعم، بس المورتاليتي ريت يعني حالات الوفيات ودخول العنايات المركزة قليل جدا. نعم. وهذا تقريركم اللي سمعت عن بريطانيا اللي قالوا 12 وفاة و120 بالمستشفيات تخلو، أكو إكزاجوريتي. يعني هسه أنا اتصال ويا طبيب ببريطانيا وعراقي وخبير بهذا الشغلات، قال هذا الرقم تهويل، ماكو أي شيء بالدخول. نعم ماكو عدالة، دول العالم كلها ما بها عدالة، بالذات هاي الدول المرتبطة الإمبريالية نسميها شو على طريقتكم الخاصة. شوف العدالة، تركيا يمكم هسه، أنت تركيا تبرعت 15 مليون جرعة للدول الأفريقية. الغرب المتصهين دوما ما عنده تعاون مع الدول الفقيرة، وحتى بالاستعمار انتبهي، عندك نفط استعمرك، ما عندك حل يجي عليك. هاي الصومال الدول المقرودة يعني الفقراء، فماكو عدالة. واحنا العدالة، اتمنى العدالة تصير بكل دول العالم، حتى بالمعتقلين بالسجون. بالعراق احنا عندنا السجون مليئة مئات الالوف، موت بطيء، تدرون وجذام. نعم. وليبروسي نعم. دكتور، بالعودة للعراق، كيف يمكن تقييم استعدادات العراق لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون؟ أي العراق هسه الحكي بينا أكو لقاحات، وهسه الناس حتى تكفى عن اللقاحات، ما تقبل تأخذ لقاحات، ماذا يفهمون؟ كيف يمكن إقناع هذه الفئة؟ نعم. على شنو؟ كيف يمكن إقناع هذه الفئة بضرورة وأهمية تلقي اللقاح؟ إقناع من الدين أو من أكو قناعة مع الدولة؟ هو الحاكم ما عندنا قناعة به، فكيف تقنعين؟ إلمن تقنعين؟ ما أكو قناعة. دكتور، ما مدى أهمية التركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، ونتحدث هنا عن فئة الفقراء ومحدودي الدخل، وحمايتهم من الإصابة باعتبارهم يستقرون في أماكن مكتظة بالسكان؟ صحيح. هاي الناس البؤساء الفقراء، اللوغريد نسميه، اللوغريد بالمجتمع. يعني هذا المجتمع مأساة. يعني انت شو بدك عليه؟ حتى الاصابات تصير بالفقراء، ما تصير بالبرجوازيه، ما تصير بالشيوخ. هاي المصيبه مالتنا احنا. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا طبيب الاختصاصي ابراهيم سليمان، حدثنا عبر الهاتف من العاصمه بغداد.